خلينا ندردش شوي على الشعر. البنات اكثر يكون عندهم تساقط اكثر من الرجال، اوكي، ولكن الفراغات بالاثنين. انا شرحت لكم فيديوهات وايد، التساقط شيء والفراغات شيء. الفراغات ارتفاع هرمون الاندروجين يصير فراغات، اما التساقط يكون مثلا نقص حديد، نقص البي 12 الفوليك اسيد، نقص البروتين، هذا يسوي تساقط شعر، او نقص حتى البوتاسيوم. البنات اكثر اذا كانت المشكله من نقص الحديد. البنات فيهم الدوره الشهريه، فجسمهم قاعد يفقد دم ويفقد معاه حديد، فتخيل على كل شهر كذي. اما الرجال ما عنده دوره شهريه، فالحديد يعني ما يستنزف نفس البنات، فاساس كذي هم معرضين اكثر. وفي شغله ثانيه بعد، دائما البنات النساء بشكل عام هم يعني بسرعه يصير فيهم قلق وتوتر واكتئاب. ليش؟ الحين اقول لكم. الكورتيزول بسرعه يرتفع عندهم، بسرعه، اسرع من الرجال. شلون؟ الحين اقول لكم. ونرجع حق موضوع ليش النساء يرتفع عندهم الكورتيزول يعني اكثر واسرع من الرجال. رقم واحد، النساء لما تيهم الدوره الشهريه تصير تغلصات بالرحم، فشنو يفرز عندهم؟ بروتين اسمه بروستاغلاندين. شفتوا هذا البروستاغلاندين؟ هو اللي يجيب لك الالم مال الدوره. تكفون تكفون سكتوي، عورني عورني، ومزاجك ومالك خلق. هني لما يجيك الالم شنو يصير؟ ليرتفع عندك الكورتيزول، بعدها الادرينالين يفرز عندك. هني تحسين بقلق، توتر، ما تبين احد يكلمك، والسبب منو؟ بروستاغلاندين. فهني يرتفع طبيعي الكورتيزول عندك. واذا كنتي تعانين من الالام هذه اثناء الدوره الشهريه، الام قويه كل شوي رايح المستشفى تغزين ابره، خل اقول لك عن شغله وايد حلوه. انت شو اللي رايحك بالموضوع؟ ان البروستاغلاندين ينزل عشان يروح العوار هذا، صح؟ شربي الزنجبيل من مره الى مرتين وقت الدوره وقبل الدوره وبعد الدوره. الزنجبيل فيه مواد تخفض من البروستاغلاندين، بعدها الالم يروح منك، واضح؟ وفي شغلات ثانيه تزيد القلق والتوتر وترفع الكورتيزول عند النساء اكثر من الرجال. شنو يا جماعه؟ المسؤوليه. المسؤوليه المسؤوليه مسؤوليه اليهال، مسؤوليه البيت، اكل البيت، تنظيف البيت. منو هذا قاعد يسوي كله؟ المره قاعد تسوي. الريال الله يعطيه العافية يقوم يشتغل، يجيب فلوس، يغطي مستلزمات البيت. عاد ما أدري بعد بهالوقت حتى الحريم يقومون هم يشترون من حسابهم مستلزمات البيت، يعني هذا ردة من الريال والله. بس يلا ما عليه، يمكن المرة تتحمل الريال شوية، شهر يمر بظرف شهرين، عاد مو سنة كاملة المرة تصرف من البيت. شو الحياة هذه؟ شو الحياة؟ ليش متزوجتها؟ شحقه أقعد بروحي أحسن. المهم احنا داشين بالموضوع هذا، فاللي اقصده ان المرأة عليها مسؤوليات وايد، تدريس اليهال، تلبيسهم، تضبط اكلهم حق المدرسة باكر، فدائما الكورتيزول مرتفع اكثر من الرجال. اختي الغالية، شوفي انا نفس اخوك بقول لك شغلة وايد مهمة. ما ادري انت قاعد تطالعيني، اذا انت متزوجة او تبي تتزوجين او ما تبي تتزوجين، المهم اذا عندك ريال بحياتك كزوج، علميه انه يكون عنده مسؤولية. علميه مجاملات ما في، لا لا لا، انا يب يعني مثلا خل اعطيك مثال. الحين هو في البيت مثلا، انت راده في البيت تبون حفاضات حق اليهال، يا مثل الجمعيه لا تشترين مع انه يمك، لا تشترين. عاد مو خالصين حفاضاتكم يعني في كم حبه بس تبين كم شغله كذي، لا تشترين. وصل البيت قولي له يب حفاضه، راح يقول لك زين انت راده ليش ما شريتي؟ والله ما شريت، والله جيت على طول. خلي يقوم، شنو الرسالة اللي قاعد نوصل له؟ ان انت المسؤول، انت المسؤول. ولكن اكثر الخوات شو يسوون؟ ما تبي التعبه، ما تبي تعني، وتعوده ايتيب، وفجأة تقول له كل شيء على راسي، انا ليش كله بروحي؟ لا انت الحين حق الريايل، اذا عندك المدام تقول لك ابي من الجمعية يجيب لي كذا كذا كذا، وانت مو جوك جو جمعيات، تتخربط، تنسى اشياء، سهل جدا. ابلكيشن مال الجمعية، أم فلان تعالي، شنو اللي ناقصك؟ أبي كذا كذا كذا، أبهم، أطلب، يوصل للبيت. واضح، ما في أوضح من كذي. أو بطريقة ثانية تتفقون، السلام عليكم، الله يعطيك العافية، أنا يبا بالجمعية ما أعرف هالأمور، يبا كم تبين هاك؟ زلها، أو سوي له تحويل كل شهر على حسابها، 150، 250، 300، اللي يكون، أعطيتها. فالحلول جدا بسيطة، ولكن وين تصير المشكلة؟ الناس توخر عن الحلول، بس تتشكى، حطوا حد حق الموضوع هذا، خلاص. لمتى انت تعور راسك؟ لمتى انت تعورين راسك؟ خلوا حد، قلت لكم الطريقة كلها.